ماضي يعني. مبسوط اللي انت جيت النادي الاهلي؟ طبعا اكيد يعني، ما قلت لك احسن نادي في مصر وافريقيا يعني، ما اكيد يعني عندك، انا شوف الابتسامه اللي في وشك ده كابتن شريف، والثقه والحب اللي انت جاي بيه ده واصل قوي يعني، واصل قوي، وصلنا، واصل كل جماهير النادي الاهلي اللي بتشوفك. طموحك ايه مع النادي الاهلي؟ والله حاليا اهم حاجه افريقيا. انا على فكره مش موجود في ال... رغم ان انت مش مش من موجود قائمه والله، افريقيه، بس دي الروح اللي انا شايفها فيك. هتفرق معانا جدا، هتفرق معانا ونعرف نشتغل بعد كده براحتنا. انت في التقرير كمان بتقولي نفسي جمهور الاهلي يملى الملعب، وحشونا. والله انا لسه قايل لك قبل ما اطلع لها، نفسي طبعا. جماهير بيديك حاجه كده، روح كده في الملعب يعني. انت لو انت مثلا نازل مش موفق، غصب عنك لازم تلعب عشان خاطر الناس اللي جايه دي، لازم تموت نفسك عشان خاطرهم، مش انت بس، اللعيبه كلها طبعا، فبنتمنى بيفرق يا عودتهم. كابتن لما يكون الجمهور مالي الملعب؟ طبعا بيفرق معاك، انت بترهب اي فرقه قدامك، انت نادي الاهلي وجماهيرك، انت حتى لو وحش او ما فيش توفيق النهارده، جماهير بيساعدك، بيساعدك اللي انت تدوس على نفسك، فوقك فوقك اكيد وانت طبعا. بتشوف حماس الجماهير برضو بتجيب اخر حاجة عندك. طبعا اكيد، انا غصب عنك مش بمزاج، انت غصب عنك لما بتشوف المنظر ده ما ينفعش تروح تخلي الناس دي مروحه زعلانه. لما بتتألق بقى مع الاهلي كده، وانت دايما ما بتغزلش بقى جماهير الاهلي ولا الجهاز الفني ولا اللعيبه، اول ما بتنزل بتأدي بشكل كويس جدا، اللي بتطلب منك بتعمله، دايما منقذ ودايما بتغير